أوناي إيمري أرى أن محمد صلاح هو لاعب عالمي ويمتلك قيمة كبيرة. كلوب صلاح أثبت للجميع أنه لاعب رائع جدا. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أوناي إيمري أرى أن محمد صلاح هو لاعب عالمي ويمتلك قيمة كبيرة. عاد لاعبنا الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول للظهور على رادار نادي يوفنتوس الإيطالي من جديد مع اقتراب فتح نافذة الانتقالات الصيفية، وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023. وإدارة الريدز ترغب في الاحتفاظ بخدمات المصري الدولية، ولكن مطالب هداف حمر المسيسايد المادية تعرق المفاوضات بين الطرفين. محمد صلاح يريد الحصول على أكثر من 400 ألف جنيه استرليني في الأسبوع الواحد، وهو ما يراه ليفربول مبلغا كبيرا سيكسر من خلاله اللاعب سقف الرواتب. شبكة فوتبول إيطاليا قالت في تقرير لها إن يوفنتوس واحدا من الأندية الكبرى التي تحرص على التعاقد مع صلاح هذا الصيف. فأوضحت الشبكة أن يوفنتوس يرى نفسه قادرا على تحمل نفقات وطلبات صاحب 29 عاما. يوفنتوس يريد تعزيز هجومه بعد موسم مخيب للأمال، وعلى الرغم من إنفاق 80 مليون يورو على التعاقد مع دوشان فلاهوفيتش، إلا أن فريق السيد العجوز حريص على ضم مهاجم جديد. وأشارت الشبكة إلى أن يوفنتوس يرى أنه قادر على تحمل راتب صلاح لعدة أسباب، أهمها مرسوم نمو قانون الضرائب الجديد والذي سيسمح للسيد العجوز بتوفير 50% من الراتب بسبب القواعد المالية الجديدة. والسبب الآخر هو أن فاتورة رواتب يوفنتوس انخفضت بشكل ملحوظ بعد رحيل كريستيانو رونالدو العام الماضي، ومن المتوقع أن يحدث انخفاض أكثر مع رحيل باولو ديبالا بنهاية الموسم. كلوب صلاح أثبت للجميع أنه لاعب رائع جدا. أثارت تقارير إنجليزية الجدل بشأن استمرار نجمنا المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول للمواسم المقبلة، وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم القادم، وتسعى إدارة ريدز لتجديد تعاقد اللاعب، إلا أن المطالب المادية الكبيرة الخاصة باللاعب هي من توجه الإعلان الرسمي. وقالت صحيفة التلغراف الإنجليزية أن محمد صلاح قد يرحل عن فريق ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وتابعت أن اللاعب مغرم بفكرة الانتقال إلى باريس سان جيرمان أو أحد الأندية الإسبانية الكبرى مثل برشلونة أو ريال مدريد. وأضافت: مو صلاح يرى انتقاله للفريق الباريسي أمرا مثيرا للاهتمام، كذلك فكرة ارتداء قميص برشلونة أو ريال مدريد لا تزال قوية، خاصة أنه لم يعطي أي مؤشر حتى الآن سواء بالبقايا والرحيل. ليفربول قد يفكر في بيعه بنهاية الموسم لتجنب خسارته مقابل لا شيء، إذ لم يوقع على العقد الجديد في الأسابيع القادمة. ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 22 هدفا، كما أنه حصل على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة الكتاب الرياضيين. بعد تفريغ الكاميرات، قرار جديد من الفيفا بشأن ملف إعادة مباراة مصر والسنغال. شهدت الشكوى المقدمة من مصر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لإعادة مباراة السنغال المؤهلة لكأس العالم تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية بعد قرار تفريغ الكاميرات. وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال التي جرت في داكار 29 من مارس الماضي، والتي انتهت بتأهل الثانية إلى مونديال قطر 2022، لسماع أقوالهم يوم 17 من إبريل الجارية ومناقشتهم في كافة الأمور التي استند عليها مسؤول اتحاد الكرة المصرية، وكذلك التقارير التي أرسلوها للجنتي المسابقات والحكام بحسب موقع صحيفة مصر اليوم. وخلال الساعات الماضية، ذكرت تقارير إعلامية مصرية أن لجنة الانضباط بالفيفا طلبت تفريغ كاميرات مباراة مصر والسنغال للتأكد من الشكوى المقدمة من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن إعادة المباراة في التصفية المؤهلة لكأس العالم والتي صعدت بموجبها السنغال. وطلبت لجنة الانضباط من اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة عدة طلبات قبل إصدار قرارها، يأتي في مقدمتها تفريغ الكاميرات داخل الملعب المباراة وفقا لما طلبه الجانب المصري، حتى يتسنى للجنة التعرف على ما إذا كانت الأفعال التي أقدم عليها الجمهور السنغالي أفعالا فردية أم جماعية وممنهجة. وكانت وسائل إعلام مصرية قالت خلال الأيام الماضية إن الفيفا حدد 21 من إبريل الجاري موعدا للبت في شكوى مصر ومطالباتها بإعادة مباراة السنغال
في حين أشار موقع المصري اليوم إلى أن الاتحاد الكرة بدأ في اتخاذ كافة الإجراءات للاتفاق مع محامي سويسري لتحريك الدعوى المصرية في المحكمة الرياضية عقب انتهاء لجنة الانضباط من إصدار عقوبتها تجاه الجانب السنغالي. وصرح جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن المعلومات الواردة من لجنة الانضباط في الفيفا تدين الجانب السنغالي متوقعا صدور العقوبات خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي سيعطي مصر الحق في اللجوء للمحكمة الرياضية للمطالبة بإعادة المباراة، مشيرا إلى أن المادة 34 من قانون الاتحاد الدولي للفيفا تنصف المنتخب المصري في طلبه بإعادة المباراة شرط إدانة السنغال من قبل لجنة الانضباط والاتحاد الدولي. تصريح ناري من لاعب نيوكاسل عن محمد صلاح بعد مباراة اليوم. علق مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيبي غوارديولا حول فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي. وكان المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي قد حقق جائزة لاعب العام في إنجلترا خلال التصويت السنوي لرابطة نقاد كرة القدم للمرة الثانية في مسيرته يوم الجمعة. وخلال مؤتمر صحفي الجمعة قال غوارديولا تهانينا لصلاح، لكنه أكمل بنوع من السخرية. يورغن كلوب قال إن لديهم أفضل حارس مرمى وثاني أفضل حارس مرمى في العالم، أفضل لاعب وسط وأفضل لاعب وسط دفاعي وأفضل مهاجم في العالم، لذا من الطبيعي أن يحققوا جميع الألقاب. وسأل أحد الصحفيين بيب غوارديولا حول شعور نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين بعدم فوزه بالجائزة. دي بروين حققها بالسابق، تهنينا لصلاح. ويعتبر البلجيكي دي بروين أبرز منافس صلاح في سباق أفضل اللاعبين بالدوري الإنجليزي هذا الموسم بفضل المستوى المذهل الذي قدمه مع فريقه. ويشهد الموسم منافسة شرسة بين ليفربول ومانشستر سيتي على جميع الجبهات المحلية والأوروبية. كلوب ما يحدث مع محمد صلاح ظلم كبير، يجب أن يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم. احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بالنجم المصري محمد صلاح بعد حصوله على جائزة لاعب العام المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليز لهذا الموسم، وذلك للمرة الثانية في مسيرته بعد أن حصدها في عام 2018 في موسم الخرافي مع ريدز. وقال ريدز عبر حسابه على تويتر: ملك حوى رتب المعالي كلها، جائزة جديدة تضاف للملك المصري محمد صلاح، هو لاعب العام في الجائزة المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليز لعام 2022. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: هل سيفوز صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.